12 مرسلين. اليوم قامت الجمعية الولائية بسمة خير وهران تحت إشراف السيد قاسم فتح بإخراج مسنين تاع دار العجزة اللي هما أبائنا وأمهاتنا وأطفال مرضى سرطان. جبناهم اليوم المنتجع تاع بقعة بيتش بلا مدراك بمساعدة رئيس بلدية عين تر السيد يحيوش زواوي الأخوة تاع ريسبونساب تاع البقعة تاع بقعة بيتش اللي يعطيهم الصحة اللي فضحونا المسنين والمرضى وبالحاح تاني تاع المرضى وتاع ديال العجزة. جبناهم هنا باش يدفولوا مساكين مع رام باكونس ومع تاني مرضى وقايب والو صوالح. كيفاش شفتوا الحالة النفسية تاعهم اليوم وانتم جايبين هنا؟ الحالة النفسية تاعهم خصوصا اللي قلنا لهم انا ديالكم البحر فرحوا بالبزاف باسكو ما كانش خرجهم ورم الضيقي مساكين سيرتو تاع المرضى مساكين يبغوا هادو صوالح كيما البحر ولا حاجة كيما هاكا تكون فيها تحويسة. الحمد لله ربي قدر الله عز وجل بمساعدة المحسنين وأعضاء الجمعية وبمساعدة تاني نشكر تاني الرئيس البلدية الزواوي اللي يعطيه الصحة ومو الإخوة مساكين يعطيهم الصحة قاموا بنا فوق اللازم وأحسن ضيافة. نشكر تاني الأخت سامح دربال اللي جابت لهم الأكل اللي يعطيها الصحة بارك الله فيها ونشكر كاع الناس الخير اللي عاونونا والمحسنين كاع اللي عاونونا يعطيكم الصحة خصوصا أعضاء الجمعية اللي راهم واقفين واللي راهم ساخرين على هذه.